مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل العام، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 71، وعنوان حلقتنا هل التفويض مذهب الوهابية؟ وشفنا في الحلقة اللي فاتت حديث في البخاري عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامة الرحم فأخذت بحق الرحمن، وفي شرح الحديث بيقول لنا كده وقال عياض الحق معقد الإزار وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع، كما قال نمنعه مما نمنع منه أزرنا فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. يعني عياض بيقول إن الحق ده معقد الإزار، وفتح الباري رح قال وقد يطلق الحق على الإزار نفسه كما في حديث المعطية فأعطاه حقه فقال أشعرناها إياه، يعني إزار وهو المراد هنا. وطبعا اللي راجع الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن كل الإشكاليات في تأويل معنى الحق عند الأشعار. حلقة النهاردة نشوف غلة الحنبلة الوهابية هيعملوا إيه، وبجد دي تعتبر مفاجأة لكل اللي بيتابعنا في برنامج النقل العقل، ونشوف الشيخ البراق بيقول إيه عن نفس الحديث عن النبي قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامة الرحم فأخذت بحق الرحمن. الشيخ البراق قال ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقول شيخ الإسلام في نقد التأسيس هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء وردوا على من نفى موجبه. الكلام ده خطير جدا. معقول ولاة الحنبلة بيقولوا الكلام ده؟ وأنا هشرح بالتفصيل، بس خلينا نعيد قراية كلام الشيخ البراق مرة تانية. بصوا معايا، ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. عارفين الشيخ البراق بيقصد ايه بالكلام ده؟ الشيخ البراق بيقول احنا الحنبلة الوهابية بنفوض الحديث اللي فيه عن النبي قال خلق الله الخلق ولما فرغ منه قامة الرحم فأخذت حق الرحمن. يعني حق الرحمن ده نؤمن به كلفظ لكن ما نعرفش معناه، يعني نؤمن بظاهر اللفظ لكن بلا معنى، وده هو التفويض عند الأشاعرة. وهابي فجأة كده بيقول بالتفويض. غلاة الحنابلة الوهابية اللي بيقولوا إن التأويل تعطيل وإن الأشاعرة دول جهمية وما لحدة وفي الأخير بيفوضوا، والتفويض أسوأ بكتير من التأويل اللي نهايته تعطيل. وتأكد معايا يا أخويا المسلم من الكلام ده، ونشوف الشيخ الحويني هو بيقول الكلام ده في الفيديو. التفويض شر من التعطيل، خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام غالي. التفويض شر من التعطيل، لأن التعطيل ممكن ترده. هلا واحد يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ده ترد عليه عدل بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، إزاي تقول هذا الكلام؟ المعطل يعني إيه؟ ممكن تعرف ترد عليه، إنما المفوض بيلعب بالألفاظ. وزي ما شفنا الشيخ الحويني بيقول التفويض شر من التعطيل، لأن المعطل ممكن ترد عليه، يعني اللي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ده ترد عليه بالقرآن وتقول له لا، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن المفوض بيلعب بالألفاظ، والتلاعب بالألفاظ ده هنثبته. بس خلينا نكمل ونشوف الشيخ الحويني هيقول لنا إيه معنى التفويض. ليه؟ لأن إيه معنى التفويض؟ التفويض أن تقول لا أفهم هذه الكلمة ولا أفهم معناه، وده كلام غير حقيقي لأنك مخاطب بلغة العرب. والله عز وجل وصف القرآن كثيرا في القرآن بأنه مبين، مبين واضح، حتى تقوم حجة الله بهذا الكتاب على الأولين والآخرين. فلو كان هناك شيء غامض لا يعلم البتة لما قامت حجة الله على كل الناس، فلا بد أن يكون القرآن ميسورا مفهوما. والشيخ الحويني بيشرح لنا معنى التفويض ويقول التفويض انك تقول لا افهم هذه الكلمه ولا افهم معناها، وده كلام غير حقيقي لانك مخاطب بلغه العرب. والله وصف القران كتير في القران انه مبين واضح حتى تقوم حجه الله بهذا الكتاب على الاولين والاخرين. فلو كان القران في حاجات مش مفهومه وغامضه ولا يعلم البتة
ما قامت حجة الله على الناس، فلابد أن يكون القرآن ميسورا ومفهوما. يعني الشيخ الحويني بيقول أن التفويض اللي معناه أنك تقول أنا لا أفهم كلام الله ولا كلام رسوله ده غير حقيقي وتلاعب، زي ما الشيخ البراك كده شوفوا معايا بيلعب بالألفاظ. وشوفوا معايا الشيخ البراك قال إيه، ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله: أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولاحظوا حضراتكم إن الشيخ البراك بيقول الكلام مين؟ كلام الإمام الشافعي بالنص، كأنه بيقول ده مش كلامي، ده كلام الإمام الشافعي هو اللي بيقول كده وأنا بنقل كلامه بس. وبرضه ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شوفوا معايا ابن تيمية بيقول إيه، وقول شيخ الإسلام في نقد التأسيس: هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء وردوا على من نفى موجبه. يعني ابن تيمية برضه كأنه بيقول نفس كلام الشيخ البراك، ده مش كلامي أنا، الكلام ده كلام الأئمة وأنا بنقل كلامهم وبس. ونشوف الشيخ صالح العصيمي وهو بينقل كلام الإمام مالك في الفيديو اللي جاي، يقول في حديث: لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، هل نثبت لله صفة الحقو؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا فقال عن هذا الحديث فقال: يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجرده من اللوازم الباطلة. ولاحظوا أنهم كلهم بينقلوا من كلام الأئمة الكبار زي الإمام مالك وتلميذه الشافعي وابن تيمية، كان ذكي شوية يعني وقال ده كلام الأئمة مش كلامي أنا. وأرجع مع حضراتكم لكلام الشيخ البراك، شوفوا معايا الشيخ البراك بيقول إيه: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله: أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الحاجة الغريبة وأنا بعد البرنامج أو الحلقة دي وخصوصا الجزء ده، إن غلاة الحنابلة الوهابية بيفوضوا أو بينقلوا كلام الإمام الشافعي والإمام أحمد اللي معناها التفويض. يعني قول الشافعي: أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ده كده يعتبر ده هو التفويض. لما الشافعي بيقول أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني الإيمان باللفظ مع عدم معرفة المعنى. ولما يقول على مراد الله يعني أفوض علم حقيقة المعنى إلى الله. وأنا هعيد جملتي مرة تانية، إن غلاة الحنابلة الوهابية بيفوضوا أو بينقلوا كلام الإمام الشافعي والإمام أحمد من غير ما يقولوا إن ده تفويض. يعني يا غلاة الحنابلة الوهابية، لما ما تسموش كلامكم تفويض وهو فعلا تفويض كده ما يبقاش يعني تفويض. أنا مستغربة جدا من استخفاف مشايخ الوهابية بالعوام الوهابية. أصلاً إزاي عوام الوهابية بيرضوا بهذا التضليل في زمن ثورة المعلومات وسهولة معرفة أي أكاذيب في أي مجال سواء علمي أو عقدي أو تشريعي؟ طيب زي ما علماء الوهابية بيدللوكم، في علماء أفاضل من السادة الأشاعرة يحاولوا يدلوكم على طريق الحق يا عوام الوهابية، منهم الشيخ الأشاعري الدكتور عبد القادر الحسين. الشيخ الأشاعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول إن التفويض هو مذهب السلف بلا شك وقطعا. وكلام ابن تيمية اللي كله تدليس وتلبيس على عقائد المسلمين ده ملوش أي قيمة، وأصلا من الأول المفروض على أي مسلم إنه ما يسمعش أو يقرأ كلام ابن تيمية لأنه بيلبس على المسلمين عقائدهم. وطبعا الكلام ده كله هو موضوع الفيديو بالكامل، بس انا علشان اللي يتابع الجزء اللي اخذنا من الفيديو يفهم سياق الكلام اللي هنعلق عليه ونشوف كلامه اللي بيتوافق مع النقطه اللي بيتكلم عنها في الفيديو. الان الزعم بان تفويض ليس مذهب السلف، ونحن نقول السلف يقولون امروها كما جاءت، السلف لا يفسرونها. الشيخ الاشاعري الدكتور عبد القادر الحسين بيقول ان اللي يقول ان التفويض مش مذهب السلف، اللي بيسمع كلام الشيخ الدكتور عبد القادر الحسين لازم يفهم هو عايز يقول ايه. انا هكرر واشرح اكتر، الشيخ عبد القادر الحسين بيقول اللي يقول ان التفويض ليس مذهب السلف، لاحظ انه ما قالش التفويض ليس من مذهب السلف، لا ده بيقول ان التفويض مذهب السلف، يعني السلف ما كانوش يعرفوا غير التفويض فقط. ويشرح الشيخ الدكتور عبد القادر الحسين معنى التفويض ويقول ان السلف
يقولون أمروها كما جاءت، لأن الله لو عايز يقول معناها كان يقول، فمن غير اللقط أو من سوء الأدب إنك ما فوتش صفات الله. دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة حديث خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامة الرحم فأخذ بحق الرحمة. الشيخ البراق نقل كلام الشافعي: أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الكلام ده معناه إن الشيخ البراق بيفوت. وابن تيمية قال هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء وردوه على من نفى موجبه. وده هو التفويض اللي قال عليه الحويني، إن التفويض اللي معناه إنك تقول أنا لا أفهم كلام الله ولا كلام رسول الله، لكن أؤمن به من غير ما أفهمه. والتفويض شر من التعطيل. وبكده شفنا إن غلاة الحنبلة الوهابية لما بيتزنقوا بيفوضوا، وده طبعا ومش بيقولوا إن ده تفويض، بيفتكر إنهم علشان ما قالوش إن ده تفويض يبقى هم كده مش بيفوضوا. وتابعوني في الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.